زيت مع بصل قشنه اذا بدا يتقمر، حطيت الطماطم حلو، احط شويه مويه ايوه. واحط الرز. لا ايش رز انت تطبخ؟ دجاج. لحم. لحم ايه لحم صح؟ لحم مفروم. بطبخ لحم مفروم. حلو، حط الرز. احط الرز. حلو، اصبر، كشن البصل قطع صغار. حط الطماطم. اصبر اكشن البصل. البصل مع الزيت طبعا. ايه بعدين مع الزيت، بعدين احط الطماطم. حلو، واحط المويه. حلو، والرز. خل المويه تعد الرز شوي. كيف؟ المويه خلت تعد الرز شوي. حلو، اذا تبغى تحط معجون شوي، لا تكثر عشان يجي الرز احمر. طيب واخليها كم؟ 10 دقائق. حلو، الرز لحاله. يا سلام. واللحم مفروم حط شوي مويه وكنت قلبه مع شوية زيت. ماشي، لا زيت ما يحتاج، شوية مويه. قلت قلبه لان تشوفه ناشف وبس. يا سلام، يا الله. مرحبا ابو مجد. السلام ورحمة الله. ايش فيك؟ ايش فيك؟ خلصنا صلاة الظهر، صلينا مع الشباب، تونا طالعين المسجد. على العيال يصلون. تصلي وضوء والحق الصلاة عندي. يا مرحبا يا شيخ علي. الله يجيك يطول عمرك. عطنا فائدة من الفوائد اللي فائدة يا طويل العمر السلامة. العلم، العلم وما أدراك ما العلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. العلم من أفضل أنواع الفوائد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفيه بعد العلم نور والجهل ظلام. على طاري القرآن الكريم، إذا قرأت القرآن تشوف في فرق يوميا. مثلا لو قرأت القرآن لو كل يوم مثلا وجه أو نص وجه، صفحة أو نص صفحة، تشوف في اختلاف بعد فترة. اي والله. شوف وش يختلف عندك. شوف انا دخلت برنامج طبعا على جوال، وقتك فاضي يعني، اوقات يكون وقتك فاضي، وقلت لازم اختم القرآن خلال الفترة ذي اني جالس في القرية، لا جوال ولا واحدة ولا ثنتين ولا شغل ولا شيء، كنت اختم القرآن. اقرا يعني قبل الفجر وكذا، واقرا احيانا بعد الصلاة، بعد الفروض، قبل الفروض. طيب احس ان اختلاف كبير. طيب تقراها وش الافضل عندك؟ تقراها يعني قراءة عادية ولا بتمعن وتفكر؟ لا دام ان ما وراي شيء كذا، لا والله اقرا بتمعن، تفكر واعرف الآية واعرف القصة واعرف حتى تندمج مع القصة. انا اذنك دقيقة بس. خذ راحة. يا رحيم الشيخ نواف. الله يحييك. يا مرحبا، ايش حالك؟ يومك طيب. بشري عنك. يعافيك. ماجور. من ملحم. الله يلبيك، راح يتقبل ان شاء الله. تو. كيف النوم معك؟ يزيل النوم. ما هي واضحة معناها أو ما هو واضح معناها؟ لا الحمد لله أنا ما أخذ القرآن ذا اللي يفسر. يا سلام، مختصر التفسير. مختصر التفسير. العيال بعض العيال يقرأ القرآن بدون تفسير. لا أنا أخذت متعبد، ما أخذ مختصر التفسير. تصدق مختصر التفسير هذا أنه عجبني، لأن فيه أشياء كثيرة أنا ما أعرف معناها. الله يغفر الذنب، هو تقصير مني أنا، او ايش يعني سبب نزول هذه الايه والصوره هذه. يا اخي لما تقرا سبحان الله القران يشرح لك اشياء يا اخي، هو زي الكتالوج للانسان. انت كبشر او انسان، او اذا قريت القران في معاني كثيره، في اشياء كثيره. مهما قريت الكتاب الوحيد اللي سبحان الله
مهما قريته وأعدته مرتين وثلاث واربع ومليون مرة يزداد جماله كل يوم عن الأيام اللي تقراها في الماضي. هذا الكلام تحس أنك لما تقرأ مثلا صورة تبدأ من صورة البقرة تبغى تعيدها مرة ثانية ثنتين ثلاثة أربعة ما تبغى تكمل. يجيني شعور هذا لدرجة أني يمكن ما أوصل إلى الختمة أو نص الختمة كقراءة ما هو كحفظ، ولكن بإذن الله بإذن الله إن الله يرزقنا حفظه وقراءته وتلاوته وتجويده الله والعمل بما فيه. الله هذا نعمة، هذا من أجمل الأشياء اللي 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 صراحة إذا قريتها ارتاح. يا أخي القرآن يا أخي سبحان الله كلام الله، ما هو كلام أحد، ما هو كلام بشر ولا كلام الله. لما تقرأ تمعن مرتين ثلاثة أربعة تتفكر وتمر عليك كلمات ما تعرف معناها. شوف مختصر التفسير هذا يشرح لك، أنا صراحة أحب مختصر التفسير لأنه يبين لك أشياء كثيرة. الشيء الثاني سبحان الله ترى مع كثر القراءة صح أنك يمكن تعتع فيه، هذه ترى لك إن شاء الله أجرين. بعضهم يخجل أو إذا مثلا غلط في، أنا أغلب دائم السلام عليكم، إذا غلط مثلا في كلمة ولا في قراءة ولا شيء يخجل، لا بالعكس ترى لك أجر مضاعف إن شاء الله بمشيئة الله. تقرأها مرة ومرتين وثلاث تفهم، اليوم قريتها غلط بكرة تعيدها تقرأها بعدها خلاص تنطلق فيه. الشيء الثالث والأهم سبحان الله يفرق معك حتى في النطق في كلامك العادي، إذا جيت تتكلم إذا جيت هذا العالم عنده تعتع علاجها القراء، تعتع هذا اللي تعتع واللي يعني سبحان الله. إن جانا أبو متعب حين في موضوع القراء أقول سبحان الله الكتاب الوحيد اللي عليكم السلام، الكتاب الوحيد اللي إذا قريته ترتاح وتحس فيه فرق في ال لا بعدين الله سبحانه وتعالى قال لكل داء دواء. بعض الناس يقول ما في علاج ما في، ارجع للقرآن. هلا أصلاً أكثر العلاجات اللي أصدموا يعني يبحثون عنها 20 سنة 30 سنة يلقونها في القرآن موجودة، في ناس أسلموا بسبب الشهادة في بعض أول العلاجات كلها تلقاها في القرآن. شوف أنت تتكلم عن قراءة القرآن، أنت لو كل بعد صلاة تقرأ لك آية تراه مكسب. أنا ما أقول لك اقرأ القرآن كله، كل بعد صلاة تفكر تدبر. إيه خمس صلوات في اليوم، خمس آيات في الأسبوع، كم صلاة احسب يمكن 30 خلال شهر نص القرآن توقع أنك تجاوزته. سلام الله. قول آية بعشر أمثالها واضرب لك النسبة. وش بعد الصلاة ما تأخذ منك ثلاث دقائق. سلام. سنة كاملة أقرأ بتدبر، سنة كاملة أقرأ بتدبر، في رمضان أقرأ قراءة فقط يعني سنة. يقول والله ما خلص من القراءة التدبر لأن أقرأ آية وأعرف معناها وأعرف معناها طول السنة، وأنا أشتغل هذا النظام. إذا جاء رمضان بس أقرأ. وش الفرق يعني وش الحكمة؟ يقول لي أني أجلس على ساعات عشان أتدبرها عشان يفهم معناه. إيه رمضان لو بتوقف على كل شيء ما راح تختم. يعني قراءته في رمضان يكون قراءة مثلاً. يبغى يختم. قراءة هذه وهو فاهم سريعة. يعني سبق قبلها أنه تدبر معاني. تدبر معاني أيوه هذا المقصد هو يقول. إن رمضان محصور على وقت محدد على شهر بس. لازم يختم فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القراء لكن باقي السنة ما أنت محصول على وقت في أقرب تدبر. عندك شيء نواته بطيفة وتقوله بعد ارفع صوت أقول بعد يا طول عمر السلامة البعض إذا كان يضيق أو يطفش حاول أنك ترجع تقرأ القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يزيدك شراحة ويزيدك نور سبحان الله. علاج الروح. علاج الروح باختصار. سلام. أبو أحمد كلامنا عن القرآن وعن فضله وعن تلاوته تدبره. لا شك أن القرآن قراءة القرآن فضله عظيم
وفيه مقولة كان يقولها خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان يقول أشغلنا عنك الجهاد. أما حنا اليوم أو كنا في الحياة الخارجية أشغلنا عنك الجهاد، صح؟ أولاً أشغلنا عنهم مشاغل الدنيا وأحيانا الفضاوة. فأنا أشوف أنه يجب على الإنسان أن يضع من يومه لو على الأقل 5 دقائق باليوم. على فكرة ترى حتى أنه سووا مرة إحصائية أنه الوجه تقعد فيه دقيقة، يعني أنت أحيانا يوم لك تجي قبل الصلاة 3-4 دقائق بإمكانك تقرأ وجهين ثلاث أوجه. وحتى أنه يقال أنه ليست ألف لام ميم حرف، بينما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة مثالها ويضاعف الله لمن يشاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الله. أنا أحب أنصح اللي الله رزقهم بحفظ القرآن، أسأل الله العلي العظيم أن الله يرزقنا حفظه وقراءته وتلاوته وتجويده وفهمه. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو، يا بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد. المساجد يا غبار كذا، تلقى القرآن على غبار، ما حد يجي يقرون الجهاد. والاستغفار يجونك تستغفر بيديك عشان تشهد لك يوم صلاة القيامة، بناخذ السبحة. أنا أشوف أن هذا ما أدري في حد يوافقني الرأي أو لا، أن الأفضل أنك تخلي السبحة والجوال وتقرأ من القرآن وتستغفر بيديك. لأن أشوف في ناس كثير نزل مثلا التطبيق القرآن وعلى طول يقرأ من الجوال، رزاهم خير تمر هذا. لكن صار ظرف مثل الحين اللي حن عايشين فيه بدون جوال ترجع للقرآن. بس أتكلمك عن بعض المساجد الحين، شوف على القرآن بعض المساجد كلها غبار وكذا، إيه تحس إن القرآن مهجور. والناس بالعكس عليك السلام تقرأ من الجوال، فما أدري أحس إن الجوالات خربت علينا أشياء وايد. إذا الحين من ذا النسية يا مرحبا يا ابن ملك، حياك الله يا ابن ملك، الله يحييك. طيبين ودي والله خليكم تخاشروني، لكن العيشة ما فيها مخاشر. ما خليتنا لا نسولف ولا نتكلم. ما خاشر ما كنا عيشة ولا سولفنا ولا سولفنا، ما كنت عيشة ولا سولفنا. لا كنا بنختار واحدة منكم ونطلع بواحدة، ما شغلة ما كلها بندر. جعلكم ما تاكلون جعلكم ما تسلفون، لأنك ما تسلم. اقلبوا عربي اقلبوا. لا اسمع انا اكل انت يا محمد الله يصلح. اسمع الله يصلح 33 الف مرة اعلمك. اسمع صح صح على عقلك، صح صح على عقلك، عقلك مصطغي والله. صح صح انت تمزق الماء فيك بكلون، انت تمزق الماء خير عندك تمزق الماء. انت شرع في الماء. لا انا امزق الماء، انت شرع في الماء. اي ما بشرب الماء. شرحي شرحي ساعتي تمضمض. عادي عادي احد يستطعم الماء. انا عادي اتمزز على الماء. انا اتمزز على الماء فيها شيء صح ولا عليك؟ يلا تمام مثل ما تمزز على العصير. بطاطس ليش كاتشب ولوجي. الله يعينك عليك. تحصل وبسعى في امرك. تصير لين تصحصح. وانا بسعى في امرك. اي لين طال عمرك. قابلني شيء انا. اسمع انا ما بجي انا حتى انا اتعلقت وش السالفه. حتى يا ابني الجويع ما ادري مخاشرين خلاص كل عيشتك وقم عليا. الله يستر مالي ماسك لك لازم يشوف الوضع الحالي. جاك من درى يعني جاك الشيخ بمسح بملحم كان له بملحم لكن تشابهت المفردات والوزن ولا حطك فرد. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الحركات هذه ترى هذا نفس واحد من عيالي بعد. اخلص الدله يا راعي الدله، يقول ما تضبط التعلله الا ببريق ودله، وما 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 تضبط التعلله الا ببريق ودله،
وما تضبط التعلله الا بفريق ودله. تعلي السوالف جمعه تعالي تعالي سولفو سولفو سوالف تعلله. أنا دائما مثلا أقول مثلا هذا المثل يعني أوضح لك أختصر عليه الحكي. مثلا تكون جلسة شباب أو شيبان من تكون يعني جلسة فئة معينة يسمونها تعلولة، وفي منهم من يسميها تعلولة، وفي منهم من يسميها تعليلة. نعم. اللي هي الجمعة الجلسة. وعلى فكرة يعني سواء طبعا في الغالب يعني ينقال عليها الوقت الزمني يكون في الليل في الغالب يعني. وجه الان توني اعرف معناها قاعد اسمعها ما تضبط الجلاله انت غنيتها لكن ما اعرف معناها كذا. لا شفت الحاجه احذفها ولا فكها والله والله مطعم بهازين ولا فكني مشعل ولا فاهم كنا ساعه مشعل لا انت صدقت والله وجهك قلتها يا علي يا علي علمكم مره جاي كيف الشعر الوايلي شيف محمد الغبر محمد الغبر اللي يقول لا عتومي بشلف الهجر قدامي يطعم بهازين ولا فكني طبعا من هذا المكان امسي على الشاعر القدير والخوي الغالي والصاحب محمد شاعر محمد الغبر من هذا المكان. شكرا حبيبي. بعض الشباب هذولا تمسح على رؤوسهم وتقول الله تدعي له الله بالصلاح. اول واحده اول واحده سخنا حق قاري ترى حق احيان الحق نجاه من الظل. نعم واصل واصل الله يحفظك خلاص والله عادي خذ راحتك مره ثانيه طير غترتك مع نظارته عادي يلا تمام حاول طير غترتي عشان اعلمك مصدر الشمالي فعليا يعني يا الربع محمد محمد الملحم الله ينفع به ويطرح فيها البركه ان شاء الله ويزيده من فضله شخص يعني تعاملت معه ب 38 اسلوب من اساليبي الذي تكمل الى 60 اسلوب 38 لحد الان احنا يوم كم 31 31 لحد الان ما لقيت له ما فيش فايده لا لقيت لك حاجه محمد الملحم محمد الملحم يسالك يقول احنا كم صار لنا هنا انت راح تقول 31 يقول لا واحد مثلا هو محمد دقيقه محمد الملحم يلحم الردود يلحم الردود احنا 31 هنا وحنا مجتمعين وحنا بالهنقر وحنا في برا حوشور وفي ساحه وهنا مكه وساعه بس طيب يا حبيبي لحظه 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 المشكله هدوء 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 تعبر عن فراق يعني ما فيه رد اذا انت فارغ ممكن من كاتشب ليز تصير مليار المشكله ما هي بهنا المشكله جاهز كذا قاعد تجيك مخدة تمشي ميدي السبب ما تعلم ايش السبب تجي زك يخلو عندك زك سويت ما هذا تحديد الهدف ترى كذا لا بعد زاد ذلك وانت تسولف فجاه علي انا اسمع كم تم فجاه تسولف علي تقناي حلو ليش كويس ليش السبب لا صدق كيف تنام عيونك مفتحه يعني شفته وهو نايم يولد يروعنا اقو اجي المسجد هو نايم ترى عيونه قال كذا هو اقول قم الصلاه اي والله بسم الله هو يسمع بس يسمع بنومه الذيب لا بالفعل واشوف الذيب حيوان ترى اقول الصلاه اطالع فيه ويطالع فيا اطالع فيه وين دقيقه بندر 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 دقيقة كات أول شيء شوف عندنا نقطة هنا مهمة جدا أول شيء شوف أبعلمك اسمع ريان أنت بتسوي أيام فقرة الصباح هذا أحتاجه فقرة هل تعلم أسمع هذا أحتاجه هل تعلم أحمد الله أن قبوته نفس قبوتي قبوتك أيه ونفس أيه يعني زي كذا شو القبوع ها الكاب يعني صلى الله عليه كل شيء بعدين انتم شركاء في متجر النوم يلا النوم زين النوم يلا سوا اتحداك سوا يلا يلا تجرى عليها يلا هل تعلم انه يلا تجرى ما يقدر ما يبي يقطع هل تعلم مناحي يطعن انا جاده بالقوه شخصنها مناحي شخصنها احنا في المحور الحديث سوا ايه يلا وشو يلا صلح زي ما صلح هو انت طلبته هو عكس الكاب ليش قلي ليش ليش يلا ليش
ما ادري. اها طموح شاب طموح. ترى احيانا واحد يسعى ورا الرزق يدور الحياه. ايه بس غلط بالطريقه ذي. انت ها ابلش انا ابلش انا ها شوف ايش انا كتبت علي عن صح. اي خلينا نطشك عادي بدون عادي يا بعد يلا يلا انا كتبت علي عن حركه اطلع بقى اطلع يلا سوي زي يلا 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 لا نفس الطريقه نفس طريقتك يلا ما مشى زيك شوف معها سبحه و ما غلط لا لا نفس لا. نفس طريقتها يلا نفس الطريقه نفس الطريقه عليان زي كذا بندر عليان زي كذا لكن ما مع مسواك يلا يلا مسواك ايه مسواك ما معك مسواك نسيت ابو بس ما لي ما لي دخل انا خلاص هنا في فرق كبير شو اسمه ذيك بق بق ما ادري شو اسمه بق بق اه لا اللي حقت تري بروم 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 اه بروم 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 يلا عشان بروم بروم ينجح يلا مسواك بروم 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 ما بدباب هو بروم 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 خلاص انت بروم الناس كلها يلا ما خليت مخدة انا حطيتها بجنبي عليان خلي عليان ارجع المحور الحديث ما في عليان ما في نواف ما في بندر ما في محمد تمام مسلم ما اعطني الى عندي اي انا معي سبحه وانت معك مسواك ما في اختلاف ما في اختلاف مسواك تسوق سبحه انت بشاعر مبتنى السبحه ما هو بلازم عشان تكون شاعر منشد صح تمام منشد على مستوى عالي تمام لكن شاعر ما شفت بسيط يمكن تشوف الايام المقبله يلا نبي نشوف الايام يلا عطنا لو بيتين عطنا شطر والله شطر من عندك اكتب في بندر العلي بيت والله والله يستاهل ولا فيني انا يلا انا ما عندي مشكله امدحني يلا الان الان يلا حاضر بحاضر امدحني امدحني انا قلت الايام المقبله ان شاء الله الايام المقبله ايه هي ما لا يمكن يمكن الايام المقبله يمكن الايام المقبله يطلع نواف براين نبغى الان قصد الايام ابو متعب يبغى الان الان نبغى بيت عطنا ارتجاليه في ابو متعب ارتجل في ابو متعب عطنا هذيك شوف يضحك يعني الموضوع ما هو جدي عندك قاعد يضحك ترى احنا قاعدين نتكلم جد وانا جد الضحك متى؟ وقت بعد صلاة المغرب الحين جد كم باقي على المغرب؟ كم باقي وتسكت؟ سطر تبي شنو؟ سطل؟ ما بسطل انا ما احتاج سطل احتاج يعني شاطر شاطر عندنا جوا شاطر 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 صح شاطر هذه كتبتها بواحد ها وش هذه كتبتها بعد انا ببيت الان الان هو يبغى ذا لاين ذا لاين ذا ناو ذا ناو ذا لاين ذا لاين من ازهار الطيب نعم ذا لاين من ازهار الطيب كود الخصم دي 20 كود الخصم دي 20 لا تقطعوا حبل سبحته خلي حبل افكاره حبل السبحه والله ثاني لا حبل فقر ولا حبل اكل اللوزين لو خلصت اكل اكل انت اللوزين تتخلص منك احنا بنخلص منك والشاري بيخلص منك كل كل الناس تتخلص اكيد يا محمد انت لا خلص منا ولا خلصنا منك اعطى ارتجل فيه ها شو بيتك انا انا عندي عندي برتجل فيك انا احنا طلبنا منه عندي عندي انا بني اطلع عن نيته عن اسد اللزوم محمد اسد اللزوم اسد اللزوم سندوتش في ديرك مرحبا مرحبا يا ابو متعب اللي علومه كل بوها طيبه قاعد يغشش تصدق هذه الحركه تغشيش له تغشيش من ورا التريلات بس ممنوع بعد الشطر ذا انصدم يوم قلت ممنوع انت الوقت خلاص ترى مبسوط الحين يوم انتهى الوقت خلاص انت ما مطلع متاثر الحين ها ما عندي شيء ما عندك شيء لا يعني ما تبشعر ما بشعر طيب منشد ولا منشد اسمع الصوت اسمع الصوت اسمع الصوت اسمع الصوت اسمع اسمع هذا الشعر هي صوته حلو اسمع الصوت ناخذ مشاركه من ابو فيصل صار صوته حلو كلنا حط علي واقوم مقامني وارد ضام يلمع على الجم مقامني وارد
ضام يلمع على الجماعة عليك الفرج يا الله يا حي يا قيوم إله العبادة كلها تلتفت يمه أنا والله أني ما تهنى بحلو النوم ورفيقي عليه هموم الأيام الله يقدر رفيق اللي شغلنا عن قهوة يكون هذيك خلاص خلصت القهوة انت بقى خلص من صوت خلص من علم من أجيب أنت معنا ترى هذا هو عندك بندر عشقت الليل علشانا عشقت الليل ونجوم السما دايم بتشهد لك أنا والليل يا عليان لا لا كمل 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 ليش لا تحب تتسلق بعدين شوف كيف اختار المفردات يا رب يا ليه خلي اكمل ما ادري شو اسوي انا ما اتحرك انا عين فوق اللمبات عيونك يوم شخص هي عين اللمبات يمكن شيء خربان متعطل روح نادي صح كل اللمبات اسمع يلا لو تغني شيء لوحدك 90 يوم اهم شيء تجيب شيء مؤدي صح انت علي انا تشوفني اكرر كذا الشيله اكرر كذا مره انت علي طيب عندي غيرها بس احيانا ما بحفظها احيانا ما بجيب لحنها صح انت علي فيقول لك على ما قال شيء يسد عن كثير فاشل انت علي فهمت ما يعني مجازيك ترى يعني افضل شيله بس في ناس يحاولون يحاربونك يعني فهمها يعني كذا يعني ايوه والله عطى ما مجازي عطى ما مجازي انا اليوم ما ابغى شيء عطى ما مجازي يلا أما نطلع بنتيجة ولا نطلع غرفة النوم؟ يلا قولها أنا مجازيك في صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت الأعيان ولك دم من شانك أنت لا شيء سويته على شاني قدمت لك يوم قلت اسمك وعنوانك لو كان ما تكتب اسمي وعنواني المقصد في الموضوع انك حتى لو تكرر الشيء لكل شوي اهم شيء تجيب شيء يحبون المستمع سعد استانس على الصدق ما ادري ما يبي يفوته ما يبي يفوته يلا اعطيه ماني بجزيك لا في ثاني احسن يلا روح لا لا المولى غزير الدمع لك هلا الله يعين الظنون وهقوت لهاقي هجران بالي سبب قلب بلا ملا الله يسامح بعدك خرب خلاقي للا المولى غزير دمع لك هلا الله يعين الظنون وهقوت لهاقي هجران بلي
سبب قلبنا بلا ملا الله يسامح بعدك خرب خلاقي وماني مجازي كيفي صدق وهجرانك وداتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت على عياني وعلى قدامي من شانك وانت ولا شيء على شاني سويت ماني بجازيك بصوتك؟ لا دقيقه انا بغالي هو حنجرته ترى زينه بس هو يلعب في حنجرته يدمرها ولا خامه صوته كويسه كيف ليش تغني ما مهم من حنجرتك ايوه اسلم تغني مضغوط ليش انا اوصف صوت ابو البيت صدق والله صوت زين لكن عنده يمكن حاجه واحد احسك دائما تجي تادي تحس في ارتباك أنا بالعكس صوتك ما مرتبك خلف الكواليس صوتك زين ما مرتبك صوتك طبيعي جدا انا ترى والله أيه والله ابو فيصل انا خايف احيانا والله اني اجيبها على ما قال فاشل والله كذا مره ادي وتشوفون يا شباب بالعكس اجيب كذا لحن فاشل انت اظلم نفسي دائما بعض اللحون انت انت ابو فيصل مرتبك تغني يا بس ايش حاول انك تمسك لك ثلاث شيلات ابو عبيد اللي ترتبك انا برد عليك خلينا جو تعال يا ابو عبيد ابي منك الشيله ذي ابو عبيد ابونا من صوتك عرفت كيف ابو عبيد انت الان يوم قلت انت مرتبك يوم شليت الشيء لا طيب جاوب عليه هو قاعد يقول انك مرتب بس انا يمكن العب بالطبقات يعني صوتيه لا غلط شوف العب بالطبقات صوتيه طيب اجل خذ مع ابو متى شوف اسمع ابو متى تمام عطني مجازيك ها عطني ماني مجازيك اسلم خل ابو متعب يتكلم اسلم يا ابو متعب انا مجازيك في صدرك وجرانك امان القوم ادعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت تبي طبقة واحدة طبقة واحدة والله لا يضر تبي طبقة ما عندي مشكلة احنا يقول ماني مجازيك في صدك وهجرانك وداتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت على عياني وعلى قدامي من شانك وانت ولا شيء سويت على شاني قل له أتغن وراي أسمعكم واحدة يلا هذه اللي مستحيل تفارق لساني مستحيل ما أدري يمكن يوم من الأيام أنساها يمكن ما ندري هذا آخر كلام آخر كلمة قلتها مستحيل تفرق لساني لكن يمكن مع الأيام أنساها يمكن كيف تجي ما الحكمة تصدق إحنا نبغى أغنية ينساها على لسان إحنا ما ندري على لساني ولا ينساها بس بعض منها بس قصدي أنا تسمعني المفردات ماذا يعني بالمعنى يلا وشلون وما كنت عني تبعدين وانتي تهدين الزعل ما كنت عني تبعدين وانتي تهدين الزعل محروم عيني شوفتك لا تحرميني كلمتك محروم عيني شوفتك لا تحرميني كلمتك صارحيني إيني وما كنت عني تبعدين شنو؟
خلاص هذه قصيده. اسمع اسمع اسمع. ايوه ايوه ايوه. صدى صدى صدى. واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. هذا فتن بالدلال ميلة معادي بدري. معادي بدري معادي بدري قلت لي وش تحرى. الله ذابت نجوم الليل من جد. معادي بدري قلت لي وش تحرى. ذابت نجوم الليل من جمر لهات. معادي بدري قلت العمر مرة. سرت سنين مننا كيف لحظات. سرقت سنين مننا كيف لحظات. ما عاد بدري قلت لي وش تحرى. ذابت نجوم الليل من جمر لهات. نسيتها. لا عشقك كله لو جمام كذا. العشق كله لو جمع عشر ذرة. واللي في قلبي لك ملايين ذرات. احساسي لك كوكب تعدى المجرة. في هالفضا شيء شيد لنفسه مجرة. سجل لي فوق هذا. طيب أعطيكم الأماكن. الأماكن من شاعر هالأماكن؟ هو عبد الرحمن سعد؟ لا منصور البلوي رئيس نادي. اي منصور البلوي انا عرفت انه رئيس نادي بس شوفي بعد. يا سلام. الأماكن اللي مريت انت فيها عايش بروحي وبيها. بس لكن ما لقيتك. جيت قبل العطر يبرد. قبل حتى يذوب في صمت الكلام. واحترتك الأماكن. الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك. مشتاق لك. دري هلا. لا عندك بس روح ارجوك فتري غن. يا طول حال طاوي والله ان قلبي على شوفك غليلة. لو تمرنا شيوخ اهل الفتاوي عودوا مثلي يجرنا طوينا. من عشاق شراك ولا لا يهوي تقايد غفا عض لا شفضينا. سلام. اليوم مش فينا. قام يا طول حال طاوي والله ان قلبي على شوفك مليل. لو تمرنا شيوخ اهل الفتاوي عودوا مثلي يجرونا طويل. روح. لا هذه بحق تري يا اخي. انا غير حب حق لك. تفضل تفضل تفضل. انا المحبوب قولي وين غايب. اعطوا صدى يا اخوان. تقول الدار عقبك غادروني.
وخلوني العيات الهبايب وسافر من تودوا حال دونا بحر وبار واخطار ومصايب رجعت بحسرتي وهموم صدري وتقراني من العبرة لهايب. سلام محمد صدري كران على الهدا وصح صوت صدري طلح سمر اصلي موجود في عضلات السلام صدر طلح ياو سو كيوت سمر سو كيوت حمودي انت تقول صدري 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 هذا ايش قرر؟ اسمع طيب عشانك جيت طيب الله يسلمك المنشد محمد بندر هذا اخر كلام كلام بالعشق والغرام غرام والله بعد عيونك على الدنيا لا على الدنيا سلام انت اول حبيب وانت اخر حبيب انت اول حبيب حبيب وانت اخر حبيب والله بعد عيونك على دنيا سلام سلامتكم يا رجال انت اخر كلام بالعشق والغرام والله ما بش حفظ هذه صح صوتك وابدعت يا رجال كيفك ليه؟ يا جماعة كيف ما فيكم حماية كيف صيح الضحى ما تسمعونا ما تسمعونا من يعاوني على ربع هنية من بغادر بالمراجل يمنعونا يمنعونا ودي ادخلهم برايا بدايا مر مالي قدرة ولا مهونة مدري ودي يلا يلا ادله اللي ما تبهر من الهين لا اهمها تفضل اسلم ابو بندر صبت شاي شاي ارحب ما في شاي ارحب ابو رجيب كيف الطاح ليه ما تشغلوه من عنده شغلوه من عنده والله برد يا ولد برد برد يا هذه ترى لا هذه لد 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 مي بحارة دي لا حار لا لد مي بحارة يمكن الكبوس لا هذه لد يمكن الكبوس لد هذه كلها لد واحدة هذه كلها لد واحدة حكم اي واحدة حكم يلا اخبر ارحب جاء احسن الموت جاي صح اليوم الطبخه عند من عشان مكيفاتك يلا بجيك بجيك البس الطبخه عند من اليوم نحكم عليه نشوف الطبخ يا ولد قرب وصوفه الطبخ وزكروبه مهاره المتويه ان كان طبخه يجوز على هذاك معنا يفوز كلنا ما شاء الله عليه الطاف نبغى نشوفه حتى نقرر وصوفه الطف فوز وكلوبه مهاره وين المهاره طبخ يا ولد قرب
يجوز على رضانا يحوز هذاك معنا يفوز كلنا ما شاء الله عليه الطرف نبغى نشوفه حتى نقرر وصوفه سوا